بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في البدء يعني بنشكر قيادة دولة أو مملكة البحرين الشقيقة بالنسبة لي يعني زيارتنا كجمعية الصداقة البحرينية السودانية للجمعية جمعية الصداقة البحرينية السودانية التوأمة بالنسبة لنا في السودان. ونحن من قبل البرلمان السوداني وطأت أقدامنا هذه المملكة العظيمة عظمة التاريخ، ونشكر يعني حفاوة اللقاء منذ أن وطأت أقدامنا من المطار إلى هذه اللحظة التي أقف فيها في داخل مجلس النواب الذي تشرفنا فيه بإنعقاد جلسة حميمية بين الصداقتين البحرينية والسودانية في ظل التفاكر من أجل عمل هذه الصداقة البحرينية لتكون هنالك جسر تواصل بين الدولتين بين المملكة ودولة السودان حتى يعني تنصهر العلاقات الودية والعلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها بالنسبة لفائدة الدولتين. بالإضافة حضرنا جانب من جلسة مجلس الشورى بالنسبة للمملكة، وأيضا يعني جانب من وجود النواب وتنويرهم بما دار وما يدور في مجلس النواب الذي ينعقد في خواتيم دورته الرابعة. ونحن ممتنين للجميع بالشكر والتقدير والعمل المتواصل في هذه الدولة القوية المتينة التي يعني يشرب شعبها إلى سماوات يعني النماء والتطور والاستقرار. ونحن كصداقتين نتمنى أن الصداقة تتجسر بين أجيالنا القادمة إن شاء الله.